تاني بره العاده الامريه برضه بيه ما بيشربش اسمه انت في الجورج سمير بتعمل حاجه بره العاده الامريه اول مره لا خلاص اسمح حد تاني يا جماعه احب اشكر اول حاجه كل الناس اللي رفعت سماعه التليفون واعتذرت بما فيهم ناس كانت مديرين مجموعات اللي اعتذروا على راسي من فوق فدولت على راسي من فوق كل اللي ما اعتذرش على راسي من فوق بس اتعلم ثقافه العكس بعد اذن كل الناس اللي انتوا بتعلموا ايه بس دي اول حاجه حبيت ابتديها النهارده للاسف انا اللي هصدعكم بنتكلم على اجتماعات. هنبعد شويه نقول بره الكشافه اي اجتماعات بتعملوها، اجتماع في الشغل، اجتماع في تحضير خدمه اذا كان حد في اي خدمه غير الكشافه، اجتماعات جوه في الشغل، تمام؟ انا هقرا لكم بس حبه حاجات كل واحد كده مع نفسه، كل واحد مع نفسه ياخد السطر اللي بيطلع ده ويفكر فيه، بيحصل ولا ما بيحصلش؟ هل يقوم الاعضاء بالتعبير عن ارائهم بحريه؟ يعني الناس اللي بتيجي تتكلم بتقول بحريه ولا ما بتقولش؟ هل يتم فحص الاراء بشكل كافي قبل رفضها او قبولها؟ قلت رايك. طب احنا فكرنا فيه ولا هو لا ولا هو بسرعه؟ الناس تفكر، انا ما مش عايز اجابات، الناس تفكر ده بيحصل معاكم ولا لا؟ بيحصل معاكم على مستوى مدير المجموعه مع القاده في مجلس القاده او مع القاده او على مستوى اقل قائد الفريق مع القاده المساعدين بتوعه او على مستوى اقل قاعدين مع مجلس الشرف او مجلس الشورى مع اولادكم اللي هم عرفوا البلايا يعني. شوف على انهي مستوى كل واحد يفكر بالمستوى ده. اوكي؟ هل يستغل وقت الاجتماع بشكل جيد؟ يعني اجتماع مدته ساعتين. ساعتين دول مقضيينهم ايه؟ نصهم عمالين نهزر واحنا بنتكلم في حاجه ولا شكل الاجتماع ايه؟ هل يتم حل الاختلافات وجهات النظر بصوره بناءه؟ اختلفنا شكلنا شعر بعض ولا بنعمل ايه؟ هل يصغر الاعضاء لبعضهم البعض ويبنون ارائهم على اراء الاخرين؟ تسمعوا لبعض ولا لا؟ هل يسوق جو الثقه بالاجتماعات؟ انا مش واثق في الراجل ده عشان فيه مسؤوليه اساسا. هل يشارك كل عضو بالحديث في كافه الموضوعات المطروحه للنقاش؟ أجندة الاجتماع 10 نقط، أنا ما اتكلمتش غير في نقطة والتسعة التانيين متفرقين. بيحصل؟ هل يغيرون الاجتماع ولديهم تصور واضح عن الكيفية التي سيتصرفون بها حيال القرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع؟ خدنا 10 قرارات. اتفضل. خدنا 10 قرارات. عارفين احنا ال 10 قرارات مين هيعمل ايه وهتتنفذ في فترة زمنية قد ايه والكلام ده ولا خلاص احنا خدنا 10 قرارات يلا بينا نروح؟ هل المناقشات ذات الخصوص السري تظل سريه بعد الاجتماع؟ يا جماعه ده توب سيكريت. انا بسيب بس ونازل ملعب السجن. الكنيسه كلها عارفه. هل توافق على الطريقه التي تدار بها الاجتماعات؟ يعني انت مع عبادتك مع الطريقه بتاعتك في اداره الاجتماع؟
بتحصل، في منها اللي صح وفي منها اللي مش صح قوي وفي منها اللي مش صح خالص، يعني نص ونص اهو. فبص الجمله دي، اذا اردت ان تقتل موضوعا فشكل له لجنه، حد يفصل معانا يبقى معاك وشك. اتفضلي. موضوع تقفيل جدال لغي كتير، نخلص الكلام ده ازاي؟ عارفين جدال ليه؟ عشان انا بتكلم لوحدي، عشان دي بتتكلم لوحدها، عشان ده بيتكلم لوحده. لا خلاص، ما دام الجدال كده كتير قوي، لا احنا هنعمل لجنه، هجيب من الشرق ومن الغرب، من هنا ومن هنا ومن هنا. يلا يا جماعه الموضوع واحد اثنين ثلاثه، القرار ايه؟ القرار كذا. لجنه هي مجموعه من الناس الذين لا يستطيعون عمل اي شيء فراغ. عمر ما في اللجنه دي بتطلع قرار ان واحد فرد جوه اللجنه قال انا خدت قرار، صح؟ صح؟ فهي دي اللي بتعضد الكلام ده. بتعضد ان يبقى في مشكله مش عارفين نلاقي لها حل عشان واحد بس اللي بيدير المشكله، اعمل لها ايه؟ لجنه. اعمل لها ايه؟ قعده. اعمل لها ايه؟ اجتماع. واجيب واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه عشان احل المشكله. ما عملتش كده هتفضل المشكله. ما عملتش كده اي قرار او اي حل للمشكله دي هيبقى فيه حروب عليه كتير قوي عشان واحد لوحده. لا يضر في الاجتماعات الا دي الاجتماعات بقى السلبيه اللي احنا ايه؟ انتوا كده مش ارفعها فوق. الاجتماعات السلبيه اللي فيها مشاكل ويعني ما بيلاقولهاش حل، تلاقي تناقض ده ضد ده، تلاقي عدم اكتراث حب سيطره، العداوه، المراوغه، ان انا هدي عليك او اقول عليك ان انت مثلا ما عملتش كذا فانت بتزوغ. لا لا انا عملت كل حاجه زي الفل. ماشي انا لو جينا عليها ده شكل، ده شكل اجتماعات في حتت كتيره بيبقى فيها الكلام ده. ماشي، احنا بنحاول ان احنا نبعد في اجتماعاتنا عن الكلام ده. ارجع اقول تاني بس عشان مجموعه الناس اللي دخلت، احنا بنتكلم على الاجتماعات يا جماعه، اداره الاجتماعات بره الكشافه. لو احنا بنتكلم بره الكشافه في شغلك تربيه كنسيه لو انت خادم او في اي خدمه ثانيه غير الكشافه، جوه الكشافه في اجتماع المدير بتاع المجموعه مع مجلس القاده، اجتماع مدير المجموعه مع القاده كلهم، اجتماع المستوى الاقل قائد الفريق مع المساعدين، قائد الفريق مع مجلس الشورى اللي هو عرفه الطلايع، كل اللي احنا نقوله يخص الاجتماع ده. أهم وسيلة إدارة العمل غير الفردي سواء كان عمل مؤقت أو مستمر. محدش يقول الشغلانة دي أو الموضوع ده هيخلص في أسبوع. مش محتاج أعمل له اجتماع، مش محتاج أجهز له. لو إحنا واقفين كده في الحوش بنشرب حاجة ساعة، أدي رحلة. بص أنت تمسك كذا وأنت تمسكي كذا وأنت تعمل كذا. خلص. لا تأكد إن في حاجة غلط. تأكد. ماشي؟ إذا كان الموضوع أو العمل ده مؤقت أو مستمر لازم يتعمل له اجتماع. لازم على الاقل حتى لو اسبوع اجتماع واحد ما بيكفوش اجتماع واحد بالظبط. بصوا الناس دي بعد الدراسات قال لك ما بين 40 70% في وقت الشغل بنقضيها اجتماعات. الناس اللي شغاله من تحس بالكلام ده على حسب شغلها، يعني على حسب وضع شغلها من 40 ل 70% اجتماعات تليفون او عندك اجتماع يوم الاحد الساعه 3 او 4 تخش طلعت 3 ل 7 اجتماع مفيش مشاكل. بصوا النتيجه، النتيجه بتاعت الاجتماعات من 40 ل 70% 25% دي النتيجه المرجوه منها اللي بيطلع اللي بتطلع بنتيجه. بس لو احنا ما عملناش من 40 ل 70% ال 25 دي مش هتبقى ولا حتى 1%. واخدين بالكم؟ يعني دي اتوجدت عشان دي موجوده. طب لو دي مش موجوده مفيش اجتماعات ومفيش تجهيز ومفيش تحضير، خلاص دي مش هتبقى موجوده. زين بصوا الاجتماعات هي ايه؟ وسيط فعال لتجميع المواهب والقدرات واعطاء نتائج اكبر من المجهود الفردي للجميع. تلاقي مثلا احنا جايين نفكر في قرنبال. انا لو قعدت مع نفسي في البيت انا جدير ان انا اعمل قرنبال. بس انا متاكد مليون في الميه ان انا لو قعدت معاكم انتوا كلكم هيطلع اقوى واقوى من انا احط. ليه بقى؟ اهو الراجل مواهب. قال لك كده انت المهم انت معلم الموضوع ده. ليه بقى؟ كل واحد عنده موهبه في حاجه، انا ما عنديش
نظمها ونسقها بحاجه فوق الخيال. ماشي؟ هي دي اهميه الاجتماعات او يعني تعريف الاجتماع بمجمل. طيب بصوا دي حبه انواع من الاجتماعات عامه كلها مره. اجتماعات تبادل معلومات مش هنشرح فيها حاجه هقولها لكم بس. اجتماعات عموما مش حاجه خاصه بالكشاف. تبادل معلومات. اجتماع عشان اخد قرار. هعمل اجتماع بحث ودراسه. عادي نعمل بحث يعني. هعمل اجتماعات علميه تعليميه بعلم ماده علميه. اجتماعات طارئه الو في اجتماع طارئ يعني ايام احد سيدنا الله يرحمه الراجل بشنوده اجتماع طارئ يا قاضي عندنا اجتماع دلوقتي عايزين 10 ولا 20 دلوقتي هنطلع في الدرس الساعه 12 بالليل. اجتماع طارئ. اجتماعات روتينيه دوريه. لا مدير المجموعه خدم خدين بالكم بصوا انتوا كل يوم حد عندكم اجتماع. طب يا عم جايين نعمل ايه؟ اهو عندكم اجتماع ماشي؟ مش عايز الحد بتاع لا دي اجتماعات روتينيه دوريه ليها ميعاد ثابت يوم ثابت متحدده بصفه دوريه. اجتماعات مظهريه شكليه احتفاليه على عندي احتفاليه فبعمل لها اجتماع، عندي مش عارف ايه حفله بعمل لها اجتماع. بصوا بقى الاجتماعات بتاعتنا احنا نوعين فازوره تنظيمي وتدريبي. اجتماعاتنا جوه الكشافه نوعين تنظيمي وتدريبي. ايه التنظيمي؟ اللي انتم شايفينه احتياجات الافراد برامج وانشطه. خطط النشاط بتاعت الفرقه، مسكت الفرقه وخطط النشاط بتاعها. اللوائح والقوانين بتاعت المجموعه بتاعتك. تعمل اجتماع بتنظم وبتحط اللوائح والقوانين. احنا كنا عندنا عاملين اجتماعين حاطين لوائح للمجموعه. مناقشه المواضيع الاداريه الخاصه بالفرقه. ماشي؟ ده التنظيم. طب ايه التدريبي؟ بصوا تدريب الفرقه على المناهج الكشفيه. تدريب العرفة على اساليب تنظيم الاجتماعات، العارف لما يجي يعمل اجتماع تدربه ازاي يدير اجتماع. تبادل الخبرات بين الاعضاء، بعمل اجتماع تدريبي عشان تبادل خبرات زي في حاجات هتحصل للحل ان شاء الله قدام. ابراز قدرات الاعضاء من خلال المناقشات المنافسات. تدريب وسيطه الاجتماعات الصغيره. طبعا انتوا عارفين المعلومه دي وحطيناها مش جوه دماغكم، ده جوه دماغكم وجوه عينيكم وجوه كل حاجه. ان احنا علشان نقدر المعلومه توصل بصوره اسرع وبصوره ادق نشتغل في مجموعات ايه؟ صغيره، ده اللي احنا عاملينه في الفرق بتاعتنا كلها. تدريب العرب على قياده الطبيعه. مش ان هو يجيب اجتماع وبس، لا انا دي الطبيعه بتاعتي ازاي؟ مين هيعرفني؟ انا لازم اعمل له اجتماع تدريبي ادربه فيه ازاي يدير الطبيعه بتاعته. فكل دي اجتماعات تحت بند تدريبيه. لازم تعملوها مع اولادكم. يعني ما ينفعش ما تمسكش العرفه بتاع الطبيعه كل فرقه عندكم وتعلموا ازاي دي الطبيعه، يا فرحتي انا عندي عريف طبيعه بس اسمك عريف وفي الاخر اجي اقيمه الراجل ما بيعرفش يعمل حاجه، عارفين ليه؟ عشان احنا ما فهمناهوش يعمل ايه؟ ما هو دي مشكلتنا احنا، ده سببنا احنا. مش هو الغلطان. كده. ماشي. بصوا بقى الاجتماع. الاجتماعات في اي مؤسسه تبادل خبرات بين العاملين. خبرات زي ما اتفقنا. عنده خبره في مجال معين، عنده خبره، كلهم قاعدين في مكان واحد. طلعوا حاجه كويسه. اجتماعات يتم تنظيم احدث واصح المعلومات من اوسط المصادر. ايه ده؟ اقول لك ايه ده؟ الراجل ده بيفهم جدا في الكمبيوتر. انا ما بفهمش نص نص. فجيت قلت معلومه، بص احنا ممكن الجهاز ده لو عملنا مش عارف ايه، الرامه دي هي كبيره 2 جيجا ما بيتحطش اكتر من كده. قال لك لا مين اللي بيقول كده؟ ده انت ممكن تحط رامه 4 جيجا و6 جيجا و8 جيجا وممكن تحط رامتين ثلاثه. عارفين ليه؟ عشان الراجل ده اتسبب شغله بيعرف اكتر في الكمبيوتر فاوتوماتيك الابديت عنده شغال. لكن انا عشان مش دي موهبتي او مش ده مجالي اهي معلومه عندي. طب بيني وبين اللينك بتاعه فين؟ انا وبيني وبين الراجل ده ايه اللينك اللي يحصل عشان اعرف المعلومه الاحدث والادق؟ اجتماع. اجتماع. نعطي الجميع فرصه مشاركه في اتخاذ القرار. عشان ما نبقاش ديكتاتور. ما ليش نفس هو القرار كده عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم خلاص. لا. ايه المشكله لما اخد راي القرار واقعد ونتناقش يمكن القرار يطلع احسن ما كنت متوقع. احسن ما كنت انا عايز. دايما احنا بنقول ايه؟ اه والله دلوقتي راجل موافق او ما اعترضش ما تقلقوش اول بعد كده هنعرف نبره الصوت هتبان. دايما بنقول احنا ايه؟ روح فريق واحد. ينفع يبقى روح فريق واحد وده ماشي بمزاجه في فريقه او ده ماشي بمزاجه في فريقه؟ يبقى احنا بنكتب شعارات. وعشان ما تبقاش شعارات عشان يبقى الكلام ده صح
لازم نعمل اجتماعات عشان ناخد فيها قرارات كلنا مع بعض. ماشي هقراهم بس دول لكم. ماشي اجتماعات ضروريه امتى؟ انت ضروري ضروري اعمل اجتماع. حاجه للابداع زي ما قلت لكم مثلا فكره الكرنفال، فانت عايز تبدع فيه فلازم تعمله اجتماع. عندما وريت بعض الاستاذ عايز اجمع اراء ومعلومات عشان اجمع اكبر كم معلومات، اجمع اكبر طاقه. لو معلومات المطلوبه لاتخاذ قرار متوفره عندكم مش عندنا. ازاي؟ رايح رحله. دي شغاله في شركه سياحه وعندها اتوبيسات للحجز. والراجل ده يعرف اماكن تحجز فيها ملاعب ومش عارف ايه. الكلام ده مش عندي. فبص المعلومات عند مين؟ عندهم هم. فلازم اعمل اجتماع معاهم. المشكلة معقدة ومحتاجة بقى ايه؟ نقعد نلم مجموعة كبيرة كده عشان نحلها عشان الموضوع ما يكبرش. كده خلاص. حصل موقف فانطوى على الخطر. آخر معسكر عندنا احنا هنا في المجموعة التشفية كان في محمية وادي دجلة. محمية وادي دجلة دي يا جماعة فيها تعارف، فيها تعابين، مع حبة طيور، مع حبة كلاب، بس اكتر حاجتين فيها تعالي وتعابين. وفي الطل وانت هتنام في الطل، هم مجاورينك. فده كان قرار مش سهل. ده كان قرار مش سهل انك هتاخد ولاد وهتقعد ثلاث ايام هناك داخل 3 كيلو جوه، مفيش ميه، مفيش حمامات، مفيش، ونايم في خيام وفي تعالب وفي تعابين، والتعالب كانت بتيجي بالليل عايزه تسرق الاكل، وسرقت قبل كده من مجموعه تشفيه انا عارفها. ففي حاجات معلومات عندنا، ده ريسك ولا مش ريسك؟ اه ريسك وخطر، خطر. يبقى عشان ناخد قرار في كده فريق متقدم، فريق متقدم قعدوا 3 اجتماعات ياخدوا قرار يروحوا ولا ما يروحوش. انتوا متخيلين؟ يروحوا مش بيجهزوا للمعسكر. نروح طب نسال شويه مش عارف ايه، خلاص راحوا ربنا سطر. قدرنا نسيطر على التعالي و خليهم في حته اعلى عن مكان التعابين. بس ما كانش ينفع اخد القرار لوحدي، ما كانش ينفع اخد الريسك لوحدي. لازم في مشاركه. اوكي؟ عشان لما انتهي يبقى الدم متوسع. طيب عايزين بصوا انت قائد فريق متقدم، انت قائد فريق كشافه، انت قائد فريق اشباه. والثلاثه في مجموعه واحده. تيجي تقول للناس ايه؟ يقول لك انا ما اعرفش. طب اسم قائد فريق اشباه يقول لك ما اعرفش. عارفين ليه؟ عشان كل فريق منطوي مع نفسه. في حته لوحده. عشان كده تلاقي قائد مدير المجموعه يعمل اجتماع مجلس قاضي انظمه دوريه عشان ده يشوف ده يشوف ده، يتعرفوا على بعض، يتكلموا مع بعض. هتقولي وارد ان تبقى في كنيسه واحده وفي ناس مش عارفه بعض. تحصل. زي ما قلت لكم مسؤول المجموعه كلها مسؤوله عن اتخاذ القرار. ماشي. بصوا الثلاث حاجات دول. الاجتماع بتاعك يبقى مثمر، وصلت لنتيجه حلوه، جودة الإعداد له حق، حسن الإدارة أثناء، دقة المتابعة بعد. عشان اجتماع يطلع زي ما تقول كده 100% والاجتماع 10 على 10، الاجتماع ال 10 على 10 ده مش هو اللي أنت بتخش اجتماع وتقعد وتمشي، لا. جودة الإعداد له حق، حسن الإدارة أثناءه، دقة المتابعة بعد. هو ده ترتيب الاجتماع. أب وأثناء وبعد. زي التخطيط قبل واثناء وبعد. طيب بصوا بقى اي اجتماع 3 حاجات قبل اثناء بعد. تعالوا نشوف قبل كده ايه المفروض علينا. مش شرط عشان اعمل لازم اعمل اجتماع اسمي عملت اجتماع. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ فسر تفسيره. يعني لو انا مش محتاج اعمل اجتماع ما اعملش اجتماع. يعني مثلا لو انا عامل اجتماع للقاده يوم الثلاث عندي هنا ومش محضر له ومش مجهز له، بس لازم اعمل اجتماع؟ الناس تيجي كده ما يستفادوش اي حاجه، فما هتبقى فقط للمستقيم. ممكن تشوف لنا حد يشوف التكييف؟ الموضوع صعب. في واحد هتلاقي في واحد منهم بيدي سخن كده. معايا؟ تمام؟ يبقى مش لازم مش محتاج اجتماع فانا لازم اعمل اجتماع؟ خلاص ما انا مش محتاج واعمل ليه؟ تخطيط كنا بنحدد ايه؟
محدد هدف، نفس الكلام اي اجتماع لازم تبقى محدد له هدف ومش محدد هدفه بس. الناس اللي جايه تحضر الاجتماع، الناس اللي جايه تحضر الاجتماع ده تبقى عارفه الهدف، ما تسيبهاش على عماها. انتوا جايين ليه الدراسه دي؟ الدراسه دي عباره عن اجتماعات او بنسميها في البحريه جلسات تدريبيه. انتوا جايين ليه؟ عارفين انتوا جايين ليه؟ ايه الهدف؟ في كذا واحد 2 3 قلناهم في اول الدراسه في اول يوم هدف الدراسه دي. تمام؟ فانتوا جايين وعارفين. حاولوا تطبقوا في اللي بيحصل. حد فينا هيحضر الاجتماع؟ احنا لما جينا عملنا الدراسه دي قلنا اللي هيحضر الاجتماع مستهدفه من اول مدير المجموعات لكل القاده والمساعدين والسواعد في المجموعه الكشفيه. انا حددت اجتماعات مدير المجموعات اللي بنعملها على مستوى الحي، محددين مين يحضر. مدير المجموعه والمساعدين بتوعه محددين. تاريخ وزمان ومكان ويناسب معظم الناس. لما اخترنا الحد والاربع، خلينا خلي ده المثل بتاعنا. لما اخترنا للدراسه الحد والاربع عندنا ايه؟ الجمعه ما ينفعش خدمات، يوم الاربع اساسا في اجتماع في الامانه بس احنا قلنا ايه؟ نتنازل شويه. السبت ناس كتيره قالوا خميس اجتماع شباب وشابات وخريجين، مش عارف السبت فيه ايه، لقينا نفسينا منحصرين بين الحد والاربع. خلاص يبقى اوكي الحد والله. ده هيناسب اكبر عدد. مش هيناسب كل الناس. هيناسب اكبر عدد. تمام؟ فين المكان؟ احنا حددنا المكان ده، المكان ده لو انتم ما تعرفوش كل يوم حد فيه اجتماع بتاع الحرفيين. استأذننا منهم هيقعدوا الست اسابيع في مكان تاني، يبقى انا كده خلاص عرفت مكان. الوقت بتاعي حد اربع من سبعه لتسعه. اي اجتماع لازم تعملوه حتى لو مع اولادكم الصغيرين واربع. اللي هو جدول الاعمال اللي بنسميها اجنده. ما ينفعش تيجي الاجتماع، ها يا جماعه احنا قاعدين النهارده الاجتماع، ها تحبوا تتكلموا في ايه؟ عندكم حاجه تتكلموا فيها؟ هتتكلم فيها؟ ابسط هتتكلم فيها؟ لو انت اللي ماسك الاجتماع؟ تمام؟ طب انت مش ماسك الاجتماع؟ استنى اللي ماسك الاجتماع يوضح اكتر. برضه يعني وجهه نظر. بس انا هقول لك حته ما ينفعش اخش اجتماع وانا مدير الاجتماع وانا مش عارف ايه اللي هيحصل في الاجتماع. اوكي؟ على الاقل ببقى مجهز نقط، مش واخد قرارات، نقط هنتناقش فيها. لكن ما ينفعش اجي مش لازم ان انا اكون مدير الاجتماع يبقى انا اللي عندي المواضيع اللي هتكلم فيها، ممكن عملت اجتماع عشان عندي مشكله فلان، فاللي هو يعني الهدف ان يكون في موضوع او حاجه هنتناقش فيها، لكن مش لازم مدير الاجتماع هو يكون محضر. لا. اختلف معاك في حته صغيره. لازم. يعني مدير المجموعة انا هخش انا هقول طب اقول لك وجهه نظري واقول هي دي اللي انا فهمتها منك ولا لا. انا دخلت اجتماع مع الناس دي، اوكي؟ انا جاي محضر ورقه فيها خمس نقط. بص يا جماعه، اجنده الاجتماع النهارده قبل ما نبتدي الاجتماع هتتقال قدام دلوقتي. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه. ضحكت انا. ها حد يحب يضيف حاجه هنتناقش فيها؟ انا بكتب النقط. قال لي بص انا كان عندي مشكله في المكان اللي بقعد فيه، يبقى فريق مثلا متقدم عنده مشكله في المكان اللي بقعد فيه. بكتبها في جنود الاجتماع. نفس الكلام، عندك مشكله يا مارينا؟ عندي مشكله ان بيبقى في صوت عالي فوق مع فريقي، في صوت عالي في وقت فريقها، مش عارف عنده مشكله وانا رايح الرحله اللي جايه محتاج حد يمسك لي الاكل. كتبتهم ابتدي اناقش. فانا جيت محضر وخدت منه، لكن ما ينفعش ما اجيش محضر واخد منه. غلط. طب لو انت ما عندكش خلاص يلا نروح. صح؟ اهو اعترض، شفت النبره اتغيرت ازاي؟ صدقني النبره اتغيرت؟ انا مش بتكلم ان هو لو انا ما عنديش، انا لو ما عنديش او انا مش عارف ان في مشكله اكيد مش هعمل الاجتماع. انا بتكلم ان هو مثلا في مشكله مع شخص ما او مع فريق، فانا محتاج اجمع مثلا المدير والنواب عشان نحل المشكله دي. لكن النقط اللي متحضره مش لازم، انا عارف ان في مشكله كذا نتكلم عنها، لكن النقط اللي محضر الشخص اللي هو عنده المشكله. لا لا استنى ما تخلطش بقى، انت كده احنا بنعمل اجتماع مخصوص عشان الراجل ده ما حول مجلسه. صحيح؟ هو انت بتتكلم عن ما قبل الاجتماع عامة. ما على حسب اجتماعك ايه؟ بالظبط. على حسب اجتماعك. ده اللي انا اقصده. لا لا لا، الراجل ده عامل مصيبه ومحول مجلس قضاء، حضر نقط مين؟ هو خلاص ده هيتجلد. خلاص؟ ده ايده خلاص كده. ماشي. طيب نكمل قبل الاجتماع. وبعد كده نقف في حته صغيره. ما ينفعش
اعمل الاجتماع وعندي فيه 10 نقط واجتماع مدته ساعه وامسك نقطه اتكلم فيها ساعه الا ربع. بتتقسم 10 نقط او 6 عندي 6 نقط، عندي 6 نقط وساعه يعني كل نقطه 10 دقائق. طبعا ده مش حاجه ثابته، ممكن 10 دقائق تبقى ربع ساعه في نقطه وفي نقطه ثانيه تبقى 5 دقائق، بس على الاقل انت حطيت لها تايم. ما تلاقيش حد عمال يتكلم عمال يتكلم عم. طب خلاص النقطه دي خدت بزياده، احنا كده هنطلع من الاجتماع ده بنقطه واحده، ما حصل صح ولا غلط؟ صح. لا مش انت. بص بقى معاك ماشي حبيبي، انا هبص في النص كده بعد كده. تمام. وده بيحصل صدقوني، ده بيحصل بيحصل كتير. حد بيمسك المايك ما بيرضاش يسيب. حد في الدراسات المهمه المواضيع المطلوبه من كل بلد. احنا قلنا المجموعه كلها اللي جايه تحضر عارفه الهدف. حاضر الاجتماع وعارفه الهدف. حلو قوي. الحاجه الثانيه في حبه نقط ممكن ابقى طالب تتجهز عشان لما يجي يحضر الاجتماع ابقى عندي النتيجه بتاعتها. ابقى عارف نتيجتها مش لسه هستنى، فانا ممكن اوسع قبل ما يبتدي الاجتماع بفتره بكام يوم. اوكي؟ ما جيش. قدر. احنا دراسه بكره. خلاص؟ اول يوم بكره. ايه اللي انت طب انا عندي مشغوليات بس انا حابب ان انا احضر. لا انا اسف يا مان، هي الدراسه بكره وهيتحسب اول يوم غياب بكره. عاجبكم عاجبكم مش عاجبكم؟ غير النقطة دي. خش على اللي بعده. الموضوع ده حساس. غير الموضوع ده. بص انت جيت من المقدرة، قلت الموضوع ده. مش قبلها. خد على فكرة من المديرين يقولوا له مقارنة. ماشي. بس ما يمنعش احنا لو خدت بالكم من بند الاجتماعات كان في اجتماعات ايه؟ طارق. لكن لو جيت ما لقيتش الاجتماع طارق. قول له عيب عليك انت قائد سامح، انت مش طارق. قول له استعد. ماشي. بص دي في اجتماع مهم جدا، محتاجين بقى نجهز له حبه ورق وقلم وغدا وميه. يعني الناس تبقى مستريحه نفسيا. في اجتماعات احيانا بتبقى طويله شويه، تلاقي نفسك قاعد اربع خمس ست ساعات في اجتماع، بتاخد بريك في النص، فالبريك ده مين اللي هيجهزه؟ اللي بيدير الاجتماع. اهو مسافة تقول. ماشي؟ فهو اللي بيدير الاجتماع لازم يبقى مجهز الكلام ده، مش هيسيب الناس ويقول بصوا اتعبوا. لا يا كابتن ليه كده؟ انا حاسس ان انا قلت لك على المجموعه بس. ماشي. انا موضوع ده مين يجهز؟ الراجل مدير الاجتماع، ايا كان مين صفه؟ مدير مجموعه، قائد فريق، مش عارف مين. لو الاجتماع بقى بص احنا بقى لو الاجتماع ياخد اربع او خمس ساعات، يعني لازم نوضح النقطه دي. يعني اجتماع طويل شويه. ماشي. احنا بقى الاعضاء بتاع الاجتماع نخش الاجتماع يعني انتوا 10 دقايق ولا حاجه. اسد ده هيبدا يتمرمل، يبدا يعمل ايه؟ يرغي مع اللي جنبه. هو بيعمل كده، هتلاقي في ناس منكم بتعمل كده. تمام؟ ده عيبنا. انا لازم ابقى داخل اجتماع انا مهيئ. بصوا انتوا جايين لي هنا اخرجكم تسعه، خرجتكم قبل تسعه دي بتاعتي. لكن انتوا مهيئين نفسيا فكريا بدنيا هتخرجوا الساعه كام؟ تسعه. ما الاقيش ململ. ايوه. ما ده اللي بيحصل. اتفقنا؟ ماشي. لو لقيت حد متململ اعتبر ده تهديدك يا لا اعتبره تهديد ده كابتن سالم؟ ايه ده؟ لا اعتبره تهديد؟ لا مش تهديد، يعني ما تعتبروش تهديد. النقطة دي كويسة يا كابتن ساهر، يا ريت نقولها ثلاث أربع مرات تاني. دلوقتي الكافي بقى تتعامل. لما يبقى القائد اللي بيحاضر، لما يبقى القائد اللي بيحاضر بيعمل حاجة في الجهاز، ما ينفعش ولاده في الفصل يبتدوا يتكلموا مع بعض ويعملوا نوش. ماشي؟ حد يقول لي الرقم ده ايه؟ بسرعة. بس لا، ما هو اللي يقول عشان ياخد حاجة، فأنتوا هتقولوا كلكم أنا اللي هاخد الحاجة. اتفقنا؟ كابتن لا لا انت ذو خبره.
هديك فرصتك في الاخر لو اتقال غلط، اتفقنا؟ كابتن مايك، كابتن مايك اتفضل. خمسه ممكن تقول لهم ليه؟ لا بالفقاقة. لا هنا في ليه؟ لا ممكن تقف ثابت سبعه خلاص الراجل بيجاوب. رقم واحد 4 5 6 بالظبط، فرقم ثابت فالرقم الاول صح. يبقى هنا كام هنا؟ ده بعد الساعه 12. ها دي كانت شبهه ليا وانا بجيبها صدقني، البنات مره افتكروني بيقولوا لي يا فاضل. خمسة في علامة زائد. بصوا سالب 4 5 6 ايه الفرق بين الارقام؟ واحد، شغلوا دماغكم شوية. 3 4 5 برضه واحد، هو عايز يثبت لكم ان الفرق بين الرقمين واحد. طب هنا 2 كام؟ 8. عايز يقول لكم ان الفرق بين ده وده هو هو الفرق بين ده وده، فهو كابتن مايكل قال صح هنا 5 عشان فرق 3. لما احط 3 بقى 8. اوكي قول كده 5. قلت ان انا جمعت ال 4 وال 6 وال 7 على 2 يبقى 10. استاذ Yeah.
طيب خلاص الناس رفرش كده، قولوا رفرش رفرش خلاص نرجع تاني. احنا خلصنا قبل، ناقص لنا حاجتين. خلصنا قبل، ناقص حاجتين. وقت الاجتماع بنعمل ايه؟ بنقطع في بعض. هنكتب بقى نقط تقطيع بعضنا ازاي؟ لازم نطبق. ممكن حد يفسر؟ ارصد الرسائل، ارصد الرسائل غير اللفظيه. ايه معناها؟ بادي بادي لانجوج. انا شاورما بس انت كده. بادي لانجوج. ممكن انا قاعد قلت نقطة وبعيني باصص كده فلقيت كابتن بيرين جابني. طبعا انا بتكلم بقى اجتماع مديرين العموم، فانت ايه؟ نكتب نعمل الاجتماع بتاع المديرين على التسع كنايس دول، فبتبقى ترابيزه كلنا شايفين بعض. اي حد كده بيبقى باين يعني. تمام؟ تلاقي حد عمال يمصمص في بقه، حد عمل بعينيه، حد عمل بايده. هذه الرسائل غير النفسيه. مش لازم اتكلم عشان اقول لهم عطيتها. لا هو لازم نتكلم، بس انا بقول لكم في حاجات بتحصل. طيب. تحت فرصه للجميع حوار ونقاش ونتكلم، اسمع كل الناس، محدش يبقى زي ما قلت لكم ماسك المايك رابطه بايده مش عايز يسيبه. لا احنا بنتكلم في نقطه، اسمعها واسمعها 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 واسمعكم كلكم. واللي ما بيتكلمش اشجعه انه يتكلم. لكن انت قلت خلاص الراجل ده قال خلاص اوكي، ما ده على بالي اللي هو قاله ده. خلاص اتفضل. رد فعلي لو انا سكت انا موافق. لا ابقى موافق على طريقته. يا جماعه بكل بساطه، اصل انتوا قضاء كبار، انتوا مش صغيرين. بصوا يا بابا، اللي عايز يعترض يعترض، بلاش اي طرق اعتراض انا شايف انها مش مجديه. مش هغلط فيه. بس اللي عايز يعترض يقول انا عندي اعتراض في 1 2 3، احنا هنا جايين عشان نسمع. لكن ما نقدرش نعمل بقى وحركات والكلام ده. بس بكل بساطه. انت بتاخدي قرار جماعي اساسا، الاجتماع ده عشان تاخدي قرار جماعي. كابتن في طرق اعراض نفسيه شخصيته هو عايز يمشي. ده حقيقي؟ وارد. وغير كده ممكن هي دي طريقته في، ممكن تبقى هي دي طريقته في الاعتراض. او في ايه؟ طب نسمع حد عايز يسمع حاجه تاني. لا ممكن يبقى عامل حساب ان لو اتكلم رايه والقائد اللي هو قدامي مش هيأثر معايا، لا لابس ثالث ولا صدقيني دي بتبقى راجعه عن الليدر بتاع الاتجاه. ماشي ما هو طريقه تشجيعك، طريقه تشجيعك وطريقه ازاي بتسمعي. يعني انا كنت لسه بقولها لكم، قلناها مع بعضينا في الاجتماعات بتاعتنا ومش عارف قلتها قدامكم ولا لا. اما مرقص في الاجتماع يا جماعه كان مركز في كل كلمه بتتقال. ده كده راجل مستمع كويس جدا. عارفين يعني ايه اي حد كان بيقوم يتكلم كان بيفضل يعني تعابير وشه كلها حتى لو مش باصص له، لا انا سامعه. ومن شويه من وقت تاني بص اه انت طريقتك دي تشجع. لو انت هو بيتكلم وانت قاعده بقى اه طيب عملت ايه في الماتش امبارح وانت بتتكلم عادي؟ لا انا معاك، انا معاك كملي سمع كملي. بص لو بعت حاجتها هي دي الفكره. طريقتنا اللي بيدير الاجتماع متوقفه عليها ازاي اخليك تبقى اكتف معايا او تفضل تمصمص. ماشي عندنا 5 نقط. اتكلمنا في اول نقطه ما وصلناش لحل، خش بالثانيه. ثاني نقطه خش بالثالثه. طب هنرجع ناخد قرارات امتى؟ طب هنرجع نحل امتى؟ انا سامعكم كلكم. اه سامعكم كلكم. خلاص حد عايز يتكلم تاني؟ اتفضل. انا ترفع ايدك. النقطه دي ممكن تتعارض مع نقطه ان انا بقى اسمع في فتره الاجتماع. لو انا معايا نص ساعة خلصت وأنا ما خدتش القرار، عامل إيه ساعتها؟ هل هجي له الاجتماع اللي بعده ولا هاجي على حساب دي نقطة ثانية ولا هعمل إيه؟ هي كل النقط كده؟ في نقطة أخدت فترة أكيد، في نقطة هتقع مننا. إحنا كان اجتماع آخر اجتماع لينا كان حاطين 8 نقط، طلعنا نشكر ربنا بأربع نقط. لا لا مش وحش، 4 نقط خدوا حقهم. وإحنا عارفين إن الباقي ده فعلا ما كانش هيكمل، بس دي أجندة اجتماعات، يعني مش اجتماع واحد مكملة معانا. فاحنا الاجتماع الجاي هنكمل وزودنا عليهم. فهي وارد بيحصل. يعني
الاختيارات الكتير ومش مركزين ان انت تعمل تصويت سريع عشان تخلص منهم من النقطه دي. 10 10 بيحصل اختلافات. عارف لما بيحصل اختلافات احنا مش مختلفين مع بعض. احنا اختلاف وجهه نظر. اختلاف في الاراء، بس محتاجين ناخد قرار. محتاجين ناخد قرار والنقطه دي مش هينفع ناجلها للاجتماع اللي بعده. اوكي يا جماعه هنصلي. كام واحد؟ اوكي لازم يبقى عدد فردي. خلاص بنتكلم في نقطة نحجز اتوبيس، فواحد بيكلمنا اصل واحنا قاعدين في السطح فوق كان مش عارف يا عم احنا بنتكلم في حجز اتوبيس، انت ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ لا خد بالك خلينا بس في الموضوع ده معاك. تلاقي عمالين نتكلم تلاقي حد شطح بالكلام في عالم تاني وبيحكي لنا قصصه. ماشي طب ممكن ترجع عشان نخلص؟ طب في ناس بتعمل كده وكبير وصغير. ما سيبوش ها؟ ما سيبوش. لا لو بعد اذنك لو سمحت نرجع نكمل عشان. بصوا بقى نهاية الاجتماع. يلا نمشي. لا مش انا نمشي. هيا سكرتاريا ايه الكلام اللي اتقال وصلنا لايه؟ ايه القرارات؟ قرارات 1 2 3 4 5. طيب وتوزيع المسؤوليات او الخطوات اللي هنعملها 1 2 3. يبقى اخذنا وقع عليها وبنمضي صدقها عشان ما حدش يقل ويقول اصل انا ما خدتش بالي. الراجل ده والراجل دولت اعداء. الاثنين دولت اعداء متلو في وش. يقعدوا في اي اجتماع بيبوظوا. مش بيبوظوه يمسكوا في بعض ويتخانقوا مع بعض ويضربوا بعض. ده ما يصدق يسمع ده يقول حاجه فده اوتوماتيك اول حاجه ايه؟ لا ما ينفعش ده انت هتقعد العيال. تيجي تعكس الناحيه الثانيه ده يقول لك طب بص احنا ممكن نشرب العيال ميه. ميه مين دي؟ ميه مسمره. اي اعتراض لاي اعتراض والواد موافق معانا بس ميه تحت لوباتير يا كابتن لوباتير زي الفل. طب صوفيا يا كابتن. لا سيبيه هو موافق معانا تمام. ف وظيفه اللي بيدير الاجتماع ونصحته ان ما يخليش الكلام ده يجي حتى لو كان موجود. هو بقى اللي يقدر يعمل، هو اللي يقدر يسوي. ماشي. احسن حاجه اكتر التزام ويخلي اجتماعك ناجح ويخلينا ابقى حابب احضر اجتماعك. اجتماع من كام لكام؟ 7 9 9 اطلع. ولو هتاخر 5 دقائق انا اسف هتاخر 5 دقائق موافقين؟ لو انتوا قلتوا لا هني. صدقوني جربوها. سواء اجتماع مديرين، سواء اجتماع قاده، مجلس قاده، اجتماع بتاع ولادكم. اجتماع الشباب والشابات بتاع الخدمه معادهم يوم الخميس من 7 ل 9 عندنا. الساعة 9 ل 10 كده ولا 9 ل 5 لسه المتكلم بيتكلم، ايه اللي بيحصل؟ بالظبط. حقك 60% من البنات او 70% من البنات اللي بيوتهم بعيده شويه عن الكنيسه يفضلوا يقوموا يتحركوا ويمشوا حقهم. وتلاقي شباب مثلا مرتبطه بمواعيد 9 ونص في المكان الفلاني عشان اخلص 9 فيضطر يقوم، نفسه يكمل المتكلم. نفس الكلام مع اولادكم. ولادكم بقى في اجتماعكم، اجتماع الكشافه بتاع عيالكم. الولد بيخلص الساعة كام؟ مثلا عندي من 5 ل 7 يوم الجمعة. 7 وربع بيبقى في البيت، فأنت راجع اتأخرت فمفيش مشاكل يوم الجمعة وهو قاعدين في الكنيسة خلصت 7 ونص. تلاقي التليفونات الأهالي إيه ده؟ ليه متأخر لغاية دلوقتي؟ أنتوا مش قايلين تخلصوا؟ أه الأهالي عارفة الكشافة نظام. عارفاها يعني الساعة كذا يعني الساعة كذا. لا الكشافة مش نظام أنا اديت المبنى ده. بس الكشافة فيها جواها. الكشافة مش لازم تكون. ماشي؟ فاحنا لو احنا ثبتنا دي فالرابع على الكلام ده. اي حد بتقول عندك اجتماع حابب يحضر اجتماعك. لكن انا جاي بقى هيخلص الساعه 10. يلا هنقعد بقى. انا اروح بقى متاخر، ما اروحش 7 اروح 8. هخلص 10 هقعد ساعتين بره. ماشي. بصوا ليش؟ بصوا ازاي احسن الناس بتتكلم. الاجتماعات اللي انا هعملها يبقى فيها تعليم. ما يبقاش اجتماعات عديد بنهوى. يبقى النقط اللي بنتكلم فيها نقط فعلا محتاجينها. الاجتماع ابتدي وانهي في الوقت. انا الساعه 7 بالظبط قلت للراجل ده صلي. وده برنامج اليوم لازم تبتدي بالصلاه. 7 بالظبط مش كانت 7؟ ابتدى صلى. بعد ما ابتدى صلى غياب وحضور ابتدينا. خلصنا قبل 9 زي الفل. 9 زي الفل. بعد 9 مش زي الفل. غلط غلط. عشان كده لو خدتوا بالكم امبارح سوري يوم الاحد انا كنت واقف في كابتن النحاس وهو عارف ان
انا مش هكسر الرولز عشان انت وحضرتك تملت منك. استاذنه. ريديو اوكي، بس ما ريديوش اقطع. اوكي؟ اعملوا كده مع بعض. اعملوا كده مع القاده بتوعك. اجي بقى قاعد الجماعة من الصليب 60 واحد قاعدين، المكان مقفول، الشبابيك مقفولة، تكييفات عطلانة، نص اللومات دي مش شغال، وقاعدين عمالين نشر عرق، وخلاص ميتين على الترابيزة. ايه الاجتماع ده؟ هطلع بيه نتيجة ايه ده؟ ده خلاص انا مقفول. ما ينفعش يبقى اجتماع منظره كده. لا، لازم ابقى مهيئ المكان كويس. يعني انا عشان عارف ان العدد كبير اختار القاعه دي عشان فيها تكييفات كتير، الاضاءه معقوله، فيديو بروجيكتور بشاشه، شفت انت بتبص لايه؟ فانت لازم اجتماعك ايا كان شكله لاولادك لازم تبقى عامل كده. الا اذا اتفقنا بقى خلاص مضطرين نطلع على بعض كده. بصوا الحته دي الدخل اهم ما تريد الاعلان عنه الى الاجتماع. ما تبقاش المعلومات عماله تقع منك كده ايه كانه كيس مخروط. بما ان ده الاجتماع سيدنا خلاص اكدنا معاه، انا ادخلت اهم معلومه عندي هقولها في الاجتماع. سيدنا الابا ماركوس هيبقى في حفل الغداء اللي انت كنت بتقول 30/11. احنا كان موجود 23/11 ان احنا متفقين عليه. سيدنا كان موجود النهارده فبعد مناقشات 23 طبعا مش فاضي، قالنا طب خلاص 30. مفيش مشاكل 30، احنا ممكن في اسبوع نوقعه او نزوده في الدراسه مفيش مشاكل. فسيدنا يا جماعه هيبقى معانا في ختام الدراسه يوم الاحد 30/11. انا ادخلت اهم معلومه للاجتماع كده. انا عملت صح؟ نوقع ايه؟ من هنا ال 30؟ ما انت هتيجي من هنا ال 30، مين هيديك ايه؟ زي ما قال لك كابتن نحاس ورا بادي، الاتوبيس كان بيروح فين؟ كابتن المعسكر بتاع معسكر كان شايف كام شعار مع نفس الوقت؟ معسكر ايه؟ لكن الشبكه الامانه نخبه. لا 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 نخبه بعيد. نخبه قبل. 21 يوم ايه؟ الاربعاء. ده بص يا جماعه احنا شغالين. على فكره في حد مسافر؟ انا عارف انا مسافر بتوع النخبه. كم واحد مسافر؟ 10 و11 10 و11 لا 10 لقاء النخبه بتاع 10 ماشي 4 الاربع الجاي يا جماعه احنا شغالين. احنا بنصور فيديو. فاللي ما قدرش يحضر يبقى ياخد فيديو. بس ده اللي ملتزم. يعني انت ما تجيش تجيب اخر حاجه معلش انا كنت عايز الفيديوهات اللي بتتصور. لا انا اسف انت اساسا مش ملتزم. هديك فيديوهات عشان تستفيد. لا مش هخليك تستفيد. ولا كنت بتعتذر ولا اي حاجه. تبقى تاخدها بقى من يعني تاخدها من واحد كان ملتزم، مفيش مشاكل تاخدها منه، بس مش عن طريق ازمه. الدخل اهم من ايه؟ ما تريد الاعلان عنه في الاجتماع. كيف؟ قعدنا في الاجتماع فلان وفلان وفلانه وفلانه كانوا غايبين. بقول عشان الناس اللي قاعده تعرف ان في ناس غايبين. هم 10 بس في خمسه اعتذروا، اللي اعتذر فلان وفلان وفلان والخمسه دول ولا هم ولا اعتذروا ولا ادوا اي اهميه. ماشي؟ ان شاء الله نبتدي على الاسلوب ده. عشان نبقى بننفذ صح بقى ما احنا ما ينفعش نبدا نقول شعارات، صح؟ قمة التالي لازم نتكرر رياضي. طب هي النقطة اللي فاتت دي هتفيد فين؟ النقطة اللي فاتت دي هتفيد فين؟ ان انا اقول للبنات او بصي بقى هقول لك تفيد في ايه؟ احنا قاعدين المجموعة دي بتاعت الاجتماع، اتفضل. المجموعة دي بتاعت الاجتماع. النص ده ما جاش عشان ما يزعلوش. نص من هنا ونص من هنا خلاص؟ دولت الموجودين وفي اربعه مش موجودين، انت قاعده بقى عماله تاكل نفسك. دماغك دي بتودي وتجيب. طب هم اعتذروا؟ طب هيتوزع عليهم مسؤوليات ولا لا؟ طب هتدفع 5 جنيه لو هتدفع